حياكم الله، هلا ومرحبا. مثل ما وعدناكم بنشرح لكم طريقة عمل النبيذ النبوي، وهو نبذ الزبيب أو التمر في الماء ما لا يزيد عن 3 أيام. بعد 3 أيام ما يجوز شربه. كل اللي نحتاجه زبيب يمني أسود زي هذا مقدار 3 أكواب، الكوب هذا معروف عند الجميع، وقماش عشان نصفي فيه الزبيب، وقدر ننبذ فيه الزبيب مدة 3 ساعات في موية مغلية. طبعا هذا الزبيب نضعه في الإناء ونغسله بموية مغلية، وبعدين نضيف عليه الموية الفايحة، نغسله جيدا وبعدها نصفيه من الموية. 3 أكواب زبيب نضيف عليها لترين موية فايحة، ونسكر القدر. القماش اللي نستخدمه للتصفية أنا غسله ولبسه القدر، ونجيب الزبيب المطحون مع منقوع الزبيب صبه كذا. الآن نحتاج كيس حق لحم زي هذا، ونقطع مع الزاوية، نقطع مع الزاوية من هنا مقدار تقريبا 2 سنتي. ليش؟ عشان ندخل القماش من داخل ونبدأ نصفيه كذا. نمسك الأطراف نجمعها ندخلها داخل الكيس، الكيس تحت عشان ما يطشر علينا العصير، ونبدأ نعصره بالشكل هذا لين يصفي ولا عاد يبقى في الكيس أو في القماش اللي الحفل. وهذا هو الآن عصرناه كامل، ونعبيه بالقوالب. وهذا الحفل طلعناه. للمعلومية القماش هذا تستخدمه إلى 3 أو 4 مرات. وهذا النبيذ الإسلامي، وعلى فكرة ترى نبيذ الزبيب الأسود مفيد جدا للي عندهم نقص حديد، وبالتوفيق للجميع.